اول سؤال اللي بغينا نعرفه، فين وصل الحراك؟ ما نراه اليوم هو اشبه يعني بعمليه استنزاف او حرب استنزاف بين ظفرين. واش ما كتشوفش معايا بان يعني طول ديال المده ديال الحراك او طول مده الاحتجاج ربما غادي تاثر نوعا ما على المحتجين، ام ان عزيمه المحتجين اقوى ما نراه ولا اقوى من اي حرب استنزاف او شيء من هذا القبيل؟ اولا تحيه نضاليه لجميع الشرفاء والاحرار اللي واكبوا هذا الحدث هذا من البدايه ديالو الى اخره. كما كتعرفوا انه ما كاينش شي حرب استنزاف او شيء من هذا القبيل، بقدر ما انه كاين اراده حقيقيه ديال الجماهير الحره يعني التي تناضل حقيقه في الميادين، واللي بغات اللي بينات عفوا للعالم على انها مصره انها غادي تساير هذا الحراك هذا الى تحقيق المطالب. ربما نقدر نقول لك كما قلتي طرحتي في السؤال ديالك انه كاين بعض التشويشات، هذا امر عادي جدا، هذا يحصل في جميع المسائل ماشي غير في المظاهرات، ولكن هذا لا يزيدنا الا قوه، ونحن بهذا يعني نوع التشويشات والاخر نتقوى اكثر، ومنها كناخذوا عبار وناخذوا دروس. اليوم الحراك خذ المسار ديالو الصحيح، كما كتشوفوا الاراده الشعبيه مازال كتنزل للشارع وفيها جميع اطياف ديال المجتمع، اطفال ونساء وشباب وشابات وشيوخ، اليوم ابانوا على انهم لحمه واحده ويد واحده، وليست هناك ما يمكن ان يقال او اللي كيستناو يركبوا على الحدث باش يقولوا على انه هذا الحراك خذ المسار ديالو غير صحيح. اليوم انا هذا يعني المسار بالضبط، شنو هذا المسار اللي كتقصد به؟ واش يعني اشياء من هذا القبيل، اخرون يركبوا على الحدث او شيء من هذا القبيل؟ ملي كنهضروا على المسار طبيعة الحال انه اليوم ولله الحمد وصل واحد الوعي عند 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 المواطنين انهم يعرفوا ان الخروج ديالهم الى الشارع هو حق مكفول قانوني ودستوري، هذا من جهه. من جهه اخرى ملي كنقولوا خذ المسار ديالو الصحيح، ان المسيرات اللي كتخرج في الشارع مسيرات سلميه، مما يعني ان الناس متشبعين بثقافه الاخر السلميه، هذا من جهه. ومن جهه اخرى ان اللي هضرتي دابا على الركوب الحدث، طبعا هناك من يريد الركوب الحدث، وهناك من يروج لمجموعه من المسائل التي تريد تشويش على الحدث، ولكن نحن تغلبنا عليها والحمد لله بوضع اليد في اليد، ودرنا انه الريف فوق كل اعتبار، وماشي الريف وصافي حتى لا يقال اننا نمارس الاقصاء على باقي المناطق الاخرى. نقول على انه جميع المناطق هنا في المغرب نحن اخوه، تجمعنا مجموعه من المطالب، مما يعني كذلك انه ما يضرهم يضرنا وما يفرحهم يفرحنا، نحن يد واحده ضد الاستبداد السياسي المخزني اللي كينهجوا على الفقراء والطبقه الكادحه. المسار الصحيح مازال واخده، لا يمكن اليوم ان ننتزع الحقوق من طرف المخزن وهو هذا الشيء مارسو تراكمي يعني لسنوات طوال. حنا ولله الحمد مازال فتح الباب مفتوح للجميع، حطينا مشروع 100 الف مطلبي، هذا المشروع 100 الف مطلبي درنا ارضيه باش الناس دير التنقيح لهذا المشروع هذا، ومن حقها تساهم كذلك ومثال الاقتراحات ديالها بالاراء ديالها. هناك اذا سمحت هناك من انتقد يعني هذا المشروع، كاين اللي اعتبروا انه كما شي وحده استقلت اعتبرته انه يعني اشبه برنامج انتخابي. وانا دابا باش غادي نقول شنو هي الصفه ديال هذا الانسان اللي مثلا اللي انتقدت، راه ما يمكنش انا غادي نجي نرد على اي واحد. كاين الانسان اللي ما عندوش المصلحه انه الفقراء والطبقه الكادحه انها تنجح في هذا الحراك هذا، مما يعني انهم مدفوعين من جهات معينه تريد تشويش على الركوب على حدث، وأولها الدكاكين السياسية. هذا معروف أن اليوم الحراك أبان على أنه أقوى من أي تشويشات يريد البعض الركوب عليها، وأنا أعتبر أن الكلام هذا الإنسان هذا أحترمه، لأنه نحن نريد النقد البناء، النقد الذي يخدم الحراك وليس النقد الهدام الذي يريد أن ينسف هذا الحراك. كل شخص يتحمل مسؤوليته، وكل شخص يتحمل مسؤولية الكلام دياله، لأن كل شيء الوضع بائن وكل شيء ظاهر. الناس هي التي تحكم وليس الفرد. الفرد لا يمكن أن يؤثر على الحراك، لأن الإرادة الحقيقية راه بانت هنا في الساحة كما كتشوفوا، وغادي تشوفوا للحظات يعني مع الخمسة غادي يبدا إن شاء الله انطلاق ديال الشكل ديالنا ديال هذا الحراك هذا، غادي تبان واش أن هذا الكلام هذا أثر على الناس ولا ما أثرش. طبيعة الحال أنا قلت لك هؤلاء مدفوعين من جهات معينة يتحملوا فيها المسؤولية ويتحملون مسؤوليتهم أمام التاريخ، والتاريخ
كفيل لغيبيا شكون هما الناس الشرفاء المناضلين اللي باغين المنطقه الخير للمنطقه ديالهم، ومن الناس المرتزقه التي تسترزق من اجل نصف هذا الحراك. بالنسبه للتحقيقات السي ناصر، اين وصلت؟ واش باقي الغموض كيلف هذه العمليه هذه؟ وهو اللي قلت في سؤالي الاول ان عمليه استنزاف في حق المناضلين وفي حق المحتجين، ام ان كاين ربما بان شي حاجه يعني هكا؟ التحقيقات هذه معروفه، وانا قلت في اول كلمه امام السيد وكيل العام والسيد عامل الاقليم قلتها بكل وضوح بلا لف ولا دوران. قلنا انه هذا الملف هذا عارف غياخذ المسار ديالو الغير حقيقي، وانه سيطال نفس ما طال الاخوان الشهداء اللي راحوا ضحيه التعذيب، وكذلك ما وقع للاخ كمال الحساني وما وقع لريفنيوكس الذي قطع راسه فصل رأسه عن جسدي، وكذلك مجموعة من الشهداء اللي راحوا ضحية السياسة المخزنية. المخزن اليوم يتحمل مسؤوليته مباشرة بشكل مباشر، ومن يتحمل المسؤولية؟ لأنه إذا فعلا يريد أن يطبق مفهوم دولة الحق والقانون فعليه أن يطبقها في أرض الواقع وليس فقط في الشعارات وعبر ما يروج عبر الإعلام الصرف الغير صحي. لهذا التحقيقات نحن كنا نتوقع تم اعتقال سي ناصر إذا سمحت، تم اعتقال 11 عنصرا، نعم، ربما متهمين او تشار اليهم الاصابع، واش هذا غير كافي في نظركم؟ لحد الساعه ما يروج عبر الاعلام بعض المواقع الالكترونيه والاعلام يقال على انه فتح التحقيق مع 60 شخص. نحن ما نريد ان نقول انه ان يطبق القانون بحذافيره على كل من خولت له نفسه أن يشارك في مثل هذه الجرائم. نحن لا نريد أن نظلم أحدا مهما كان، ولكن نريد أن يطبق القانون. والحلقة الآن التي تم اعتقاله هي الحلقة الضعيفة. ما معنى الحلقة الضعيفة؟ أن هناك فقط الفقراء المغلوب على أمرهم الغير الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، ولكن نقول أن المسؤولية الأولى والأخيرة في هذا الصراع هذا يتحملها وزير الصيد والفلاحة أخنوش. ما معناه انه اليوم في السياق بالذات اذا سمحت لي الفكره وصلت، في هذا السياق بالذات امين عام حزب الاستقلال حميد شباط اتهم مباشره الخلافات، هذا الكلام ما كانش كيقوله من قبل، ولكن الخلافات ظهرت مؤخرا بين الاسرى والمعاصره وحزب الاستقلال، كيقول بالضبط ان وزير الفلاحه اخنوش يتحمل المسؤوليه في مقتل في اشاره لفساد الكائن في قطاع الصيد البحري. انا غادي نقول لك مباشره، انا 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 كما ما يقدر ما يعرفنيش يعرفونيش بزاف، انا لا احب النفاق، وانا الكلام ديالي ما فيهش الزواق ولا شيء، انا نقولها مباشره. شوباط على الاقل، شوباط وبالاخص شوباط، انا في مثل شوباط والله العلي العظيم ما غادي نمارس السياسه، غادي نمشي نشد الركن ديالي ونمشي نشد القنت ديالي ما نبعش. شوباط هذا لا يستحق ان يكون اصلا سياسي، هذا مجرد مهرج وخصو يخرج للساحات ويضحك عباد الله ويخلي السياسه، لان السياسه فيها امور فيها مصالح ديال الناس. هذا من جهه، هذاك اولا شريك في واحد الحزب اللي دار مجازر هنا في الريف 58 و59، اليوم يدعي على انه كيستغل هذه المسألة ديال الحراك ويتهم أحزاب أخرى. نحن نقول بصفة عامة ما كاينش لا 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 البام ولا العدالة والتنمية ولا حزب استقلال ولا الاتحاد الاشتراكي، كلهم يتحملوا مسؤولية. واسمح لي باش نكملك غير فقط نكملك ونجي لك الكلمة ديال خنوش. نحن اليوم كأبناء الريف وكل الأحرار ليس أبناء الريف فقط، نقول ما قاله مولانا محمد بن عبد الكريم الخطابي رضوان الله تعالى عليه: أيها المغاربة مصيبتكم في أحزابكم. ونحن اليوم كارفيين مصيبتنا في هذه الأحزاب التي تعتبر مجرد حفاظات ديال المخزن، واللي كتحاول أنها تحمي المخزن من السياسة ديالهم اللي كيمارسها الطبقات الكادحة. هذه لا نحن لا تمثلنا. بالنسبة للفكرة السي ناصر ديال أن أخنوش يتحمل المسؤولية، واش أنتم الحراك ديالكم واش ماشي في هذا الاتجاه المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين في السياق العام؟ يعني ماشي في السياق الخاص ديال اللي دك على البطونه. حنا راه ماشي كنحملوا المسؤوليه فقط لاخ نوش، اخ نوش هو جزء لا يتجزأ من هذه اللعبه وهذا الشيء اللي كيوقع، لانه حنا الا رجعنا للاصل غنلقاو المشكل منين جا؟ جا من الميناء. الميناء اليوم اللي كتمارس تما واحد السياسه خطيره داخل الميناء، شكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديالها؟ هو اللي هو وزير مكلف بهذا القطاع هذا، ما يمكنش انا نجي عند الفلاح ونحمل ليه مسؤوليه نقول ليه راه مسؤوليه ديالك انت، مما يعني ان خنوش هو جزء لا يتجزأ من هذا المشكل. ولكن كذلك ومثال ذاك المسمى عبد الاله بن كيلان الروايبيضي، ذاك المنافق اللي قال للناس ما تنزلوش للشارع وكاننا نحن مجموعه من اللصوص وقطع الطرق، قلنا له وابنا للجميع على اننا نحن اشرف من سياسته. اليوم الحراك الحمد لله اللي خرج فيه 70,000 ما تمش فيه اي محاوله ديال 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 الاعتداء، ما كاينش تما مجموعه، يعني هذا الحراك عطى واحد الدرس
لهاد الساسه هادو اللي كيخرجوا في مسيرات مشبوهه ديالهم وكيوقع فيهم مشاكل وصداعات. اليوم ولله الحمد الحراك احمى نفسه بنفسه. اخنوش حنا نوجهوا له التهمه بحكم انه القطاع ديال السيط علي. اما فهاد المساله ديال التحقيق كله يتحملها الوزير العدل اللي كينتمي للحزب اللي عنده عقده من الريف ومن التاريخ ديال الريف. ولهذا نحن نحمل المسؤوليه كامله لجميع الدكاكين السياسيه بدون استثناء، وبالاخص بالاخص حزب العداله والتنميه، لانه هو الان اللي عاجز يشكل الحكومه، اللي عاجز دخل فيما يقارب 40 يوم مازال ما قدرش يشكل الحكومه. علاش؟ لانه الهدف ديال هاد الناس هادو فقط الكراسي، ونسال الله ان يسلط عليهم شتى انواع البواسير حتى يتمنوا الجلوس فلا يجدوه البتة. سي ناصر، سي ناصر، ربما واحد المحور اخير، الاحتجاجات تقودونها يعني باشاده دوليه باشاده اعلاميه واسعه، هذا يحسب لكم. بغيت نسولكم في واحد المحور بالذات، علاقتكم هاد الاحتجاجات وتنسيقكم مع عائله محسن فكري، واش كاين هناك تنسيق ام ان عائله محسن فكري يعني صافي يعني وكتلقى واجب العزاء فقط، وانتم يعني المسؤولين على هذا ابن الريف ولا ابن هذا الوطن ككل، ماشي يعني ابن عائله عالي فكري وام محسن فكري؟ انا نقول لك واحد الكلمه، ربما يوم توفي الشهيد انا ما كانش في خبري، انا مشيت للدار عادي سمعت غوات في الدار، ملي طليت لقيت الوالده كتبكي، ملي قالت لي قالت لك راه واحد ولدي مات. انا صحاب لي فعلا الاخ شي اخ ديالي، وملي قلت لها مالكي مالكي قالت لي راه واحد الولد حدا المحكمه راه طحنوا الكاميون. يعني اليوم ولا محسن فكري ماشي ابن فقط دوك العائله فقط، وانما ولا ابن جميع الاحرار، جميع النساء الحرائر والرجال ولا ابن. والمحسن فكري الان انا انظر اليه كاخ، والا لما خرجت الى الشارع بمعيه هاد الناس كلهم خرجنا للشارع باش نعبروا على السخط ديالنا تجاه اللي وقع عليه لهذا الشخص هذا. اليوم محسن فكري، العائله ديال محسن فكري يكفينا فخرا انه قالت بعظمه لسان ديال الاب ديال محسن فكري، قال لك سيدي انا مع الناس اللي كتخرج للشارع، وهو عارف انه ولده راح ضحى السياسه ديال المخزن، وعرف على ان هاد الناس اللي خرجت للشارع لولاها الابن ديالو دابا غيكون يقدر مازال هذاك الاب ديالو كيطلعوا يهبط في المحاكم، وحنا عارفين المحاكم شنو هي، وبالخصوص المحاكم اللي عندنا هنا في الريف. وبلسان وباعتراف ديال وزير العدل اللي تكلم على المحاكم اللي كاينه هنا بعدا في الخصوص في الحسيمه، راه شد على الراس، ولكن باش يجي يعني شد على الراس عاش القميل فات قديمه ومازال ما تحكماتش، الناس كتطلعوا تسترزق بهم، وهو قال هذه الكلمه. ولكن ملي تجي التطبيق تلقاه هو مشارك في هذه الجريمه هذه، لانه ما كيفعلش القوانين ديالو. اليوم محسن فكري او كذا هو الاخ ديالنا، هو عزيز علينا، اللي وقع عليه راه يوقع لجميع الناس. سؤال اخير سي ناصر، الموقع سبق له تلقى مع والد محسن فكري وقال لنا بالحرف ان الاحتجاجات القائمه هي مشروعه وخاصها تكون هذه الاحتجاجات، ولكن هذه الاحتجاجات ما ضد حتى شي واحد، ضد فقط مسؤولين في الاداره المغربيه اللي كيستعملوا يا اما الشطط في استعمال السلطه، يا اما ديك المسؤوليه المنوطه به ما كيستعملوهاش حق الاستعمال ديالها. واش حتى السياق ديال الاحتجاجات ماشي في نفس الاتجاه؟ انا جاوبت هذا على السؤال هذا، جاوبتك في البدايه ديال الكلام ديالي. نحن اليوم خروج ديالنا الشارع من اجل المطالب الاجتماعيه، اما من يريد ان يركب على الحدث فليتحمل مسؤوليته. انا قلتها نقولها لك فرونشمون، انا كاينين الناس كاينين القنوات اللي جات تاخذ تصريحات مني جريت عليها من المنصه لانها عرفتها كتحاول انها تركب على الحدث من اجل تسويق لمسائل خطيرة، مثل واحد القناة اللي كاينة في العراق لا داعي لنسميها، ولكن سيأتي الوقت اللي غادي نسميها لأننا ملزمين، اللي قالت لك أودي راه كاين تما حرق للسيارات والهجوم على المخافر الشرطة، ورجعتنا بحال واحد العصابة اللي كاينة بحال داعش هاجمين على. حنا اليوم خرجنا بمسيرة سلمية، واللي بغى يسوق لشي صورة أخرى ما عليه إلا أن يعود إلى الحراك اللي حاليا الحمد لله خدا المسار ديالو السلمي وكذا، ويعرف على أننا حنايا الناس خروج ديالنا إلى الشارع ما هو إلا من أجل حقوقنا ليس إلا. شكرا جزيلا سي ناصر، شكرا جزيلا.